انا قلت وصرحت ما هو جمهور لوسيكا هذا، هذا زوز ثلاثه من الناس يمثلوا الا رواحهم. جمهور لوسيكا هو جمهور مزيان يشجع فريقه ويحب فريقه، وكان معانا في كل المقابلات، ونشوفوا العام الفارط لما كنا في اسوا الحالات كان يتنقل معانا المقابلات اصعاب وكان يشجع ويساند. انا بالنسبه لي انا الاعتذار نتاع الناس هذا مقبول، وانا قلت لهم انا حبيت الفريق وباغي الفريق، وان شاء الله احنا بيكون عندنا فريق اللي يشرفنا ويشرف الجمهور هذا اللي جاي. اعتقد ان الان ان كل المكونات ضامنت معاك في هذه المحنه هذه. انا 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 دائما كان الكلام تاعي واضح، ما هو جمهور لوسيكا، قلت ما هو جمهور لوسيكا، هذوما زوز ثلاثه من الناس مشوشين يزيو في المدرجات، لانه جمهور لوسيكا وقتاش؟ جمهور لوسيكا لما يكون الفريق مهزوم، هذا الفريق فايز وما يسبوا، الفريق متعادل وما يفزوا، الفريق فايز وما يسبوا. انا هذا اللي يحز في نفس كل الناس اللي تحب لوسيكا وكل الرياضيين بصفه عامه. نعم شكرا لك، يعطيكم الصحه.